بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا سموه حفظه الله ورعاه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، سائلا سموه إلى المولى القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين مفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعرب فيها سموه عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته بمناسبة اختيار سموه وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مبتهلا سموه إلى البارئ تعالى أن يوفق سموه لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.